مساء الخير لمشاهدينا عبر شاشات روتانا خليجية، وبدأنا حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب. نراكم تكونوا جاهزين معنا وتجهزوا قهوتكم أو الشاي. خلونا نشوف أبرز العناوين وارجع لكم على السريع. اليوم في ساعة شباب، الخيل والصحراء كما لم ترونها من قبل بعدسة يمنى الملا. فنون التعليق الصوتي بين الموهبة والاحتراف. الشباب يبدعون في مهنة تنسيق الزهور وتغليف الهدايا. وفي الأخبار، استدعاء فريق إنقاذ لمساعدة لص. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. حياكم من جديد مشاهدينا. خلونا نبدأ حلقتنا لليوم ونروح لأبرز وأهم التغريدات المميزة من منصة تويتر، ونالت على تفاعل كبير من المغردين. أول تغريدة معنا من حساب عبد الله السبيعي، واللي تكلم وشارك متابعينا عن خبر قرار اليوتيوب لإلغاء الاستثمار في أي مقطع يتحدث عن فيروس كورونا، وسيتم تصنيفه على أنه غير مناسب للمعلنين. أيضا لا يقبل أو لا يقبل أي حملات إعلانية لهذه المقاطع. صراحة هذه خطوة ممتازة جدا من منصة اليوتيوب. هذا دليل أن على وعيهم أنه يجب أيضا عدم استغلال مثل هذه الأحداث. يمكن شفنا كثير من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي انتشرت عن حالات مشابهة لفيروس كورونا، وسببت الكثير من الخوف والهلع في نفوس كل من شافوا هذه المقاطع. صراحة يعني الله يعطيكم العافية على هذا القرار. على كذا بعد كذا أتوقع ما راح يستغل أحد هذه المقاطع على نشرها في منصة اليوتيوب. وأتمنى أيضا إنستغرام وسناب شات ما عاد تنشر مثل هذه المقاطع أبدا. إلى التغريدة الثانية من حساب كنوز الأرض، واللي تكلموا في هذه اللقطة المسجلة في اليابان، تشاهد الغزلان في انتظار المركبات للسماح لمعبر المشاة بعبور الطريق بسلام. صراحة ما أعرف إيش أقوله، لكن في اليابان كل شيء تحسه منظم وكل شيء يحترم النظام، مو بس كل أحد، لا كل شيء حرفيا. حتى الحيوانات في هذا المقطع شايفين قد إيش محترمة النظام، وتنتظر أن الإشارة تصير حمراء عشان هي تقدر تمشي في ممر المشاة في هذا المقطع. صراحة أحييهم على هذه اللقطة. إلى التغريدة الثالثة من حساب الفنان فايز المالكي، واللي أيضا اتكلم عبر حسابه في تويتر عن أحد الطلاب اللي شاركوا في مسابقات تحفيظ القرآن. يبكي لخروجه من التصفيات النهائية في مسابقة قرآنية بابتسامة قبول. والله أنت الرابح وما أغلى دموعك عند الله، وهو يراها نزلت للتنافس في رحاب القرآن. رحم الله من رباك حي وميت. كان زعلان أنه خرج من هذه المسابقة في التصفيات النهائية. خلونا نشوف ردة فعله في هذا المقطع وارجع لكم. ايوه يا سلام، كيف قاعد مبتسم؟ لا لا لا، الف مليون مبارك انك شاركت معنا في البرنامج وقرات قراءه جدا جميله. لا تزعل انت. لا لا عادي، ما انت زعل. طبعا هو قاعد يغالب الزعل اللي بجواه وجودك في هالمرحله، وانك شاركت وقرات القران قدام اللجنه وشاركت في سلام المدينه. هذه حاجه جدا حلوه. ماشي، ما انا باب تخرج انت زعلان. لا من زعلان. تعودني. الله يسعدك يا حبيبي يبارك فيك. انت خاتم القران صح؟ الحمد لله. ما شاء الله، ما ختمت القران وقرات فيها التلاوه، اللجنه اعطتك ملاحظات، وهذه طبيعه المنافسه. ماشي، الله يسعدك ويوفقك يا رب. لا تزعل لا تزعل، ما تزعل. ها ماشي، الله يسعدك يا حبيبي يبارك فيك. موفق موفق يا حمزه. هذا زعل الحلو صراحة. والله يا بختة، ما شاء الله تبارك الله حافظ القرآن كاملا، واتمنى له التوفيق في المرات القادمة اللي راح يشارك فيها في هذه المسابقات، ونسأل الله له التوفيق دائما. إلى التغريدة الرابعة من حساب الدكتور نزار باهبري، واللي تكلم مع ظهور أول حالة لفيروس كورونا في المملكة من حالات كورونا الصين. شفاها الله، من إيش لازم نخاف؟ خلونا نسمع مع بعض نصائح الدكتور نزار باهبري وارجع لكم.
أول حالة من حالات الكورونا في المملكة، نحتاج نتكلم إيش الأشياء اللي نحتاج نخاف منها وإيش طرق الوقاية. من تكح وإنت ما أنت مغطي فمك، من رذاذك لازم يخاف. تكون لابس ماسك في كل مكان وتمسك الماسك من قدام وبعدين تحطها في فمك، من يدك لازم تخاف. تذكير لكل اللي يلبسوا ماسك، لما تشيل الماسك لازم تشيله من إذنك وتغسل يدك قبل ما تحطها في فمك. تكون جاي من بلد فيها كورونا وتبان عليك أعراض السخونة والكحة وما تبلغ وزارة الصحة، أو في أحد تعرفه مشتبه فيه ما تبلغ وزارة الصحة، على صحتك وصحته لازم تخاف. صحيح، هذه أهم النصائح والإرشادات من الدكتور نزار بهبري، ونتمنى أن فعلا الجميع يلتزم بها، ونتمنى التعامل مع الوضع بعقلانية وبلاش الخوف والهلع الكبير. بالنهاية صدقوني لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. هذه كانت آخر التغريدات معانا اليوم من منصة تويتر، لكن راح نروح لفقرة المعرفة في دقيقة يا شباب. معلومتنا اليوم مع الكابتن مها بهديلة، نتابع. أي لاعب مبتدئ في التايكوندو، اليوم حاعطيكم أشياء مهمة عن اللاعبين المبتدئين. طبعا دائما نركز كحصص الأولى للمبتدئ أنه تكون تركيزها لياقة بدنية ومرونة العضلات. طبعا التسخين بتكون أول نص ساعة من كل حصة، دائما نركز على هذا الشيء، لأنه لو ما سخننا العضلات ما راح يكون صعب أنه إحنا نمارس أي حركات بعد هذه المرحلة. طبعا بعد ما نسخن ونخلص النص ساعة يبتدي تركيزنا على الوقفات التايكواندو، عندنا وقفات معينة، وطبعا ضربات اليد بنحاول نحفظها، وكمان عندنا الركلات. الركلات الأساسية هي 5، فلازم تكون حافظينها، مو لازم نركز في إتقانها كمبتدئ قد ما نركز في حفظها، لأنه الاختبار بيكون تركيز في الحفظ. وبعدها كل مرحلة بينتقل ويتطور، هنا نركز في الإتقان. مكملين معاكم، وبعد الفاصل الخيل والصحراء كما لم تروها من قبل، انتظرونا. من الصعب أن تعيش تفاصيل مصورة كما تعيشها من الأعمال الرائعة اللي بتقدمها بعدسة الكاميرا. ضيفتنا في هذه الفقرة شخصية مبدعة جدا وعندها شغف كبير بالخيل والصحراء. راح نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الموهبة مع ضيفتنا المصورة الفوتوغرافية يمن الملا. نورتنا يمن. الله يسلمك، شكرا جزيلا. بالعكس واجبنا. بداية ما راح أعرف عن نفسك، بس قولي لنا كيف ممكن المصور الفوتوغرافي يعرف عن نفسه؟ بداية أنا فوتوغرافية مهتمة بتصوير الخيل والصحراء. أي مصور يعرف عن نفسه حسب وجهته، حسب هو فين ماشي، حسب هو ايش يبغى، هو فين مكانه الان، وانجازاته اتوقع ايضا. بالضبط بالضبط، حسب موقعه، حسب هو ماشي فين. حلو. طب ايش اللي بيحرك ويدفع يمن للابداع في مجال التصوير؟ اكيد الابتكار، الاصاله تحديدا في هذا المجال. يعني الشغف كان لي عمل كبير في تواجدي في 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 ميادين الخيل والصحراء والاتيان بجديد. حكايتك مع الخيل والصحراء صراحه حكايه مميزه جدا، نبغى نعرف ايش اللي جذبك لهذا النوع من التصوير، انك تتخصصي فقط بتصوير الخيل والصحراء. يعني قدمتي صراحه اعمال رائعه جدا في هذا الجانب. انا وجدت عالم فسيح ملهم، يعني بعيد عن الاستهلاك، بعيد عن النمطية، بعيد عن التكرار، بعيد عن يعني هو 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 يختلف. يعني هو عالم في أصالة، ضروري إنه يعني يكون في ساحة أي مصور. هو عنده رؤية ثقافية فنية عالية. هو يبغى شيء جديد مختلف.
يعني نقدر نقول انك اتجهتي لتصوير الخيل والصحراء لانه يعني مميز ومو مكرر في السوشيال ميديا نقدر نقول. بالضبط، والصحراء بحد ذاتها مكان ملهم الى حد كبير، يعني الصحراء حتى مواقع تصوير الخيل البطولات مكان ملهم، يعني الكلمات قد لا تسعفني اني اوصف لك الى اي حد هو يعني محرك للافكار، محرك للابداع، محرك للاتيان بجديد. قاعدين نشوف طبعا ابرز الصور معانا، ما شاء الله تبارك الله مبدعه مره حلوه، بس عندك سر عجيب يعني في هذه الصور يمن، يعني احترافيه لدرجه انها صعب تتكرر مره ثانيه، ايش السر؟ هو اكيد اكيد انه انا عندي رؤيه فنيه ابغى اوصل لها. اكيد الثقافه البصريه عامل كبير اني انا ايش اشوف يوميا. أكيد الرحلات، أكيد وقبل كل شيء الصبر، الصبر ثم الصبر، التكرار، أني أكرر التجارب، أني أتواجد في ميادين الخيل، وعامل مهم جدا أني أحيط نفسي بدائرة من المبدعين، بحاصدين جوائز عالمية، يعني أكون على صلة معهم في حوارات، في معرفة شخصية، في لقاءات، بمعارض. هذا عامل مرة يأثر، يفتح أفاق المصور بشكل التعامل كبير. التعامل مع الخيل صعب في التصوير ويحتاج صبر كبير أو لا؟ التعامل مع الخيل هو أكيد يحتاج صبر، أكيد يحتاج أني أنا كمصور لما أشيل كاميرتي وأروح مثلا بطولة ميادين تصوير الخيل، أنا لازم أعرف هذا المخلوق، أنا لازم أعرف أنه هذا المخلوق في صفات عامة، مثلا لازم أعرف أنه هو شخص عنده انتباه من 5 إلى 10 دقائق. أنا لازم أقتنص اللحظة المناسبة، اللقطة المناسبة. أنا لازم أعرف أنه هو مخلوق فضولي، لازم أعرف أنه هو مخلوق مرح، لازم أعرف أنه هو عنده غضب وهيجان، متى يغضب. أنا لازم أعرف أنه أستحضر دائما أنه هو متى يخاف ومتى يشعر بالتأذي، فبالتالي حيظهر على لغة جسده. أنا ضروري أستكشف في المكان بشكل جيد. يعني نقدر نقول بسبب شغفك لحب تصوير الخيول أنت تعلمتي كل شيء عن الخيل. بالضبط. حلو ما شاء الله تبارك الله. عندك كمان مشاركات عديدة حضرتي فيها، بس نبغى نعرف أهم المحافل اللي تركت أثر كبير فيك يوم. المحافل الدولية كانت بمثابة مدرسة، يعني بمعنى الكلمة مدرسة ومعلم، يعني كأنه في معلم يمسك يدك يقول لك لا هذه الصورة، لا هذه الصورة، لا هذه الصورة. فالمشاركات الدولية كانت جدا مدرسة قوية. وآخر حضور لي في جمعية الثقافة والفنون برضو أسعدني، لأنه كانت المنافسة عالية، برضو كانت مشاركتي عن الصحراء، وقبلها كان حضوري تواجدي بأعمال الخيل بجائزة الخيل في النهيان الجواد العربي. هذه جائزة سنوية، المنافسة فيها عالية، التحكيم فيها قوي، فأنا كنت حاضرة بمجالين، مجال جمال الخيل العربي، وكنت حاضرة بمجال اللي هو التراث الشعبي للخيول. ما شاء الله تبارك الله. قاعدين نشوف صورة مع بعض على الشاشة، نباك تقولي لنا هذه الصورة وراها سر، فنبى نعرف هذا السر. صحيح، هذه الصورة من أحب الأعمال لي. ليش؟ لأنه يعني هي فيها مواصفات الصحيحة للقطة الجيدة، سواء في العنق، في حركة الأذن، يمكن برضو لون الخلفية يعني جابي نفس الدرجة، أبرز الجمال. هذه الصورة أبيض وأسود ولا ملونة وهي كذا حقيقية؟ لا، هذه الصورة ملونة. ملونة؟ أيوة، بس طالع كأنها أبيض وأسود. مظبوط، يمكن هنا على الشاشة، بس حقيقة هي ما فيها ألوان، بس اللقطة يعني وفقت فيها لأنه الخيل كان في الأذن، عند الخيل هي تظهر الحالة المزاجية. فالأذن قد تظهر. إيش كان مزاجه في هذه الصورة؟ كان مزاجه ارتياح.
اوكي. لانه هو احيانا يكون في مزاج غضب، احيانا يكون في مزاج ضعف صحته العامه. فبالتالي الجماليه تكون لما يكون في سعاده وارتياح ومرتاح في نفس الوقت. طب عندك تعليق على التقنيه بانها غير جيده للابتكار، بعرف يعني ايش موقفك من هذا الشيء؟ التقنيه تساعد، لكن التقنيه لوحدها يعني انا لما اجيب كاميرا مثلا بسعر مرتفع هي ما حتاتي بلقطه استثنائيه اذا 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 انا ما عندي عين جيده. اذا انا ما عندي هدف، ما عندي رؤيه محدده ايش ابغى انا. هي تساعد بس ضروري انه المصور يكون عنده عين كويسه، يعرف يلتقط اللحظه مهما كانت يعني مثلا امكانيات التقنيه. حتى لو بالجوال ممكن تاخذي صوره اتوقع مبدعه ما لها اذا كانت علاقة. عندك عين جيده او الزاويه الجيده نقدر نقول. بالضبط ممكن تاخذي. حلو. ممكن يقتنع الجميع بالصوره الا صاحبها، فاكيد هذا عندك تفسير له. انا اشوف هذا جيد. يعني اشوف هذه نقطة كويسة، لأنه تحفزني دائما إني أبتكر، آتي بشيء جديد، سواء على مستوى الإيديت التعديل أو على مستوى ظروف التقاط العمل والصورة اللي أنا أبغاها والهدف اللي أنا أبغى أحصل عليه. تستخدم التعديل في صورك ولا لا؟ ضروري، لكن اللقطة اللي تعرضت للخيل الأبيض هذه تخلو تماما إلى حد كبير من التعديل. بس اتوقع يعني التعديلات اللي ممكن تستخدميها يوما هي اضاءات فقط. بالضبط. اللقطه الجيده لما تكون بظروف جيده، ظروف مكانيه زمانيه، ظروف استعداد قوي من المصور، تعديل طفيف انا احتاج، تعديل بسيط جدا. صح كلامك، اتفق معك. طب القضيه اليوم مو بس يعني صوره ذات مستوى فني جيد ممكن نشوفها في كل مكان، بل لفت نظر الجيل لهذه الحضاره اللي صرنا نشوف. يمكن في الفتره الاخيره السوشيال ميديا بدت تظهر شيء ثاني ومختلف تماما. هذه العباره استوقفتني كثير، فخلينا نفككها شوي مع بعض. شوفي صراحة أنا يهمني كثير أني بأعمالي ألفت نظر الأجيال القادمة إلى الخيل، لأن التعامل مع الخيل والإبل والصحراء مدرسة، يعني حقيقي مدرسة في الصبر، مدرسة على مستوى رفع الذوق الفني، مدرسة على مستوى تطويع التقنيات للإتيان بجديد. يعني تطويع التقنيات يعني هذه مجال خاص مفتوح للإبداع. يوما ما راح تفكري، جاني فضول بس اعرف يعني خارج النص، انك ممكن تجربي تصوير من نوع مختلف غير الخيل والصحراء، ولا راح تفضلي طول عمرك تصوير الخيل والصحراء؟ انا اجد نفسي في البدايه، يعني احب اقول لك يعني انا عندي افكار كثيره تتبع تصوير الخيل. يعني انا اتمنى صراحه انه صوري تكون مثلا بشكل او باخر تصل الى مناهج الوزاره مثلا. الله، ممكن مناهج الوزاره مثلا. لانها حتنقل ثقافه، فالجيل القادم ممكن يصير عنده فضول لاستكشاف هذا العالم، لانه يبتكر فنون جديده. فهذا العالم انا اعتبره مدرسه حقيقيه، لانه هو يرتبط بتاريخنا، يرتبط بديننا، يرتبط بتراثنا، يرتبط في نفس الوقت. اكيد. طب هذا الشيء خليني اخذ رايك بشكل عام في الجيل الجديد من الشباب اللي بيمتلكوا كاميرا ويبداوا يعرفوا نفسهم كمصور فوتوغرافي في عالم السوشيال ميديا، ايش رايك فيهم؟ ما يمنع، أنا أحترم الجميع، أنا أحترم كل المحاولات، أحترم ما في صورة سيئة، تأكدي كل صورة صاحبها هو عنده 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 كلام يقول لك يتكلم عليها. هو الآن في مدارس عدة، بس مهم جدا إنه المصور يكون في ثقافة مستمرة. يعني ما ثقافة مستمرة ما تعني فقط إني أغير أدواتي، لا، انا لازم على مستوى التفكير، انا لازم تكون لي مطالعات على اخر الصور الدوليه، على اخر برضو اشوف افكار مصورين مختلفين، زي ما تقولي يصير اللي هو عصف ذهني. هو الان في مدارس كثيره للتصوير، بس مهم كثير المصور يهتم بتثقيف نفسه، ومهم يكون صاحب فكر، لانه ما تكفي الادوات،
لصنع عمل جيد. صحيح، لابد يكون في بوصله. لابد صرنا نشوف في الفتره الاخيره التكرار اصبح موجود عند كثير من المصورين، فهل بتشوفي هذا الشيء معايا ولا لا؟ هو تنافس جيد التكرار، وممكن يعني يعمل حركه، لكن ضروري الابتكار، ضروري الابتكار، وضروري الاتيان بجديد، ضروري النظر يعني الى ضفه مختلفه. يعني ما يعقل انه احنا نكون في نفس المكان نكرر، لا، لازم يعني التكرار نقدر نقول مو غلط ولا عيب. مو غلط التكرار، مو غلط ابدا، هو مجال منافسه حلو، بس لازم انه يعني يكون في تميز، لازم يكون في رساله لاي مصور. الرساله تاتي لما المصور يشتغل على فكره، لما يشتغل على ثقافته، لما تكون عنده رؤيه مستقبليه. طب بعد التصوير، انا هذه الصوره فين، ايش راح يكون مستقبل هذه الصور؟ صحيح، اتفق معك 100%. يمن، اتوقعي كمان ممكن تكون رساله المصور من خلال صوره اللي بيصورها تكون تحمل رساله جميله توصل. صحيح، احيانا صوره واحده يعني تسلط الضوء او تلفت الانتباه لقضايا كثيره، زي الطفوله مثلا، زي الفقر، زي، فهذه مهمه نبيله جدا اشوفها للمصور. اكيد طبعا، اتفق معك. وهذه ما تاتي اذا كان المصور واقف مكانه. ما تجي الا لما يتحرك يروح، هذه تجي الصور، هذه اللي تحرك قضايا الراي العام. أكيد. وتلفت النظر لقضايا، وبعدين يصير لها امتدادات، يعني تحسين معين في مجال معين. صراحة عجبني شيء هذا فيك كثير، أنك تستخدمي مهنة التصوير مو كدافع تجاري نقدر نقول، ولكن بالنهاية تحملي رسالة شريفة ورسالة جميلة حابة توصليها للناس من خلال صورك. نتمنى لك كل التوفيق يمن، وما شاء الله عليك مبدعة الله جدا. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم بعد الفاصل. فستان زفاف يقولوا أنه مقاوم لعدوى الكورونا، انتظرونا. حياكم من جديد مشاهدينا والأخبار ومنوعات. اليوم أول خبر معانا لاستدعاء فريق إنقاذ، ولكن هذه المرة لمساعدة لص. هذا يا جماعة الخير واحد راح يسرق شقة سكنية في الطابق الثالث، وبعد ما سرق الأشياء يهرب من الشقة، علق في حافة الشباك مثل ما أنتم شايفين في هذا الفيديو، إلين جات الشرطة وفرق الإنقاذ عشان تنقذوا من هذا المأزق الصعب. يعني فرحة ما تمت ولا شر البرية ما يضحك صراحة. المهم بالنهاية ساعدوه في وسط تجمع حشد كبير جدا من المارة. فعلا يعني شر البرية ما يضحك. خلونا الخبر الثاني. مع انتشار فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم، صارت في أشياء جديدة قاعدة تظهر لنا في السوشيال ميديا. من آخر هذه الصيحات لفستان زفاف مقاوم لعدوى الكورونا، يبدو أن مفارقات كورونا ما راح تنتهي أبدا. كان آخرها تصميم من دار أزياء سامو هجرس، نشر عبر صفحتهم على تويتر، وفي حل للعروس عشان يبعدها من إحراج التقبيل في ليلة زفافها، أنها ترتدي هذا الزفاف المقاوم لعدوى كورونا. زي ما أنتم شايفين صراحة لايقة الكمامة بتلمع قطعة الفستان. شايفين الزخرفة نفسها الموجودة على فستان الفرح. صراحة فستان جميل، بس الكمامة مو لايقة، بس هو حل، ممكن يكون حل في النهاية. ليش نشوف إلى خبر آخر، وسيلفي مع قنبلة يستدعي تدخل الشرطة. إيش موضوع السيلفي؟ إيش موضوعه؟ يعني آخر شيء اصطف مجموعة من العمال في إنجلترا لالتقاط صور شخصية لهم مع قنبلة يعود تاريخها إلى أيام الحرب العالمية الثانية، قبل تلقيهم تحذير من الشرطة بالابتعاد عنها وإخلاء المكان بصورة عاجلة تحسبا لانفجارها وعثر على الجسم المتفجر أثناء حفر أساس لبناء سور جديد في أحد المنازل.
يعني صراحة موقف غريب، تجي تبني بيتك فجأة تلاقي تحته قنبلة من الحرب العالمية الثانية، ولا وممكن تنفجر يعني. الحمد لله على كل حال، هذه كانت آخر أخبارنا لليوم، ولكن خلونا في الشيء الجميل والموهبة الفنية الموجودة معنا اليوم في الاستديو. صراحة ضيفنا عنده صوت جميل، وعنده في نفس الوقت ثقافة حلوة، وعنده حماس وشغف أنه يستمر في هذا المجال ويحترف فيه. اكتشف هذه الموهبة من أيام المدرسة مثل ما كلنا طبعا اكتشفناها، ومنها انطلق عشان يكبر حلمه في مجال التعليق الصوتي. اسمحوا لي أرحب بضيفنا أسامة راحل. منور أسامة. أهلا وسهلا فيك يا كنت بقول لك مسور. طيب ما شاء الله تبارك الله عليك أسامة، من المدرسة إلى منصات الاحتفالات، فنحتاج نعرف القصة. اولا معكم أسامة راحل، معلق صوتي، كذلك مقدم محفلي. طبعا المثل المعروف لكل بدايه، او دائما البدايات تكون من الصفر. انا اذكر الصف الخامس الابتدائي كانت اول تجربه لي على المسرح. احد الاساتذه الله يجزاهم خير رشحنا للتقديم، فقدمت وكان يوم جميل يعني. وبعد التقديم جاني الاستاذ قال لي انت صوتك يا اسامه اذاعي، صوتك جميل، اشتغل على نفسك. صراحة أنا كنت صغير يعني، الكلام دخل من هنا وخرج من هنا، ما اهتميت للموضوع. إلى الصف الثالث المتوسط كنا في أحد الرحلات مع الشباب، وكان عندنا باص ممتاز. فالباص زي كل الباصات أو أغلب الباصات فيه مايك، وأنا كالعادة يعني إذا شفت مايك مغناطيس نفس الشيء يصير معك. المايك يعني بينه وبينه علاقه يعني ما شاء الله وثيقه، بس انا المايك ما يحبني، انت اكيد المايك يحبك. والله ما ادري لكن انا احبه، هذا اهم شيء. فمسكت المايك تكلمت في، طبعا الطلاب كانوا جالسين. اعزائنا المسافرين سوف ينطلق الباص بعد قليل. الطلاب مو مصدقين من اللي بيتكلم. شافني واحد قال لي انت هو، اعطاني كلام. صراحه من ذاك الوقت بديت أؤمن بقدراتي، وقلت يا أسامة لا ما ينفع كذا، لازم تشتغل على نفسك. والحمد لله. طب إيش سويت عشان تشتغل على نفسك؟ والله صراحة هي بداية الفعلية كانت بعدها بسنة من الحرم المكي. يعني أنا أذكر أنا وأحد الشباب اسمه حمود مكي الله يمسيه بالخير، رحنا الحرم عشان ناخذ إجازة في الأذان من أحد المؤذنين في الحرم، لكن المؤذن اعتذر أو صار له ظرف أو كذا ما حضر. فإحنا فاضين وقتها ما عندنا حاجة، قلنا يلا جرب ينشد. أنا جربت أنشد كذلك، جرب يعلق صوت، جربت أعلق صوت، طلعنا مرة كويسين. فقلنا ليش ما نبدأ. بدأنا أول شيء في نفس اليوم بجروب على الواتس، دخلنا في شباب مبدعين، حبة حبة بدينا، فتحنا قناة في اليوتيوب، نزلنا عمل كان مونتاج خفيف مع تعليق صوتي خفيف. العمل هذا لحسن الحظ اطلع عليه احد المخرجين في احد القنوات الفضائيه، فطلبنا، وكانت انطلاقتنا في التلفزيون من ذاك الوقت سنه 2018. جميل جدا. طيب اسامه ايش رايك تسمعنا مقطع من الاذان بصوتك؟ والله من الاذان ابشر. يلا نسمع. الله اكبر الله اكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. أنا من محبين الشيخ أحمد بن يونس خوجة مؤذن الحرم المكي، وهذه أظن محاكاة بسيطة له. أكيد كلنا. طب نبي نعرف إيش أهم التجارب اللي مريت فيها في حياتك، ونقدر نقول يمكن نقلتك نقلة نوعية في هذا المجال. والله أنا من وجهة نظري أنه أهم التجارب هي اللي تكون في البداية، يعني مثلا أو بمعنى آخر كسر الحواجز. التقديم اللي قدمته في الصف الخامس الابتدائي كان أول تجربة لي، وكانت تجربة جميلة، وهي اللي كسرت الحاجز بينه وبين المايك. لكن التجربة المهمة اللي أنا إلى الآن أعتبرها أفضل تجربة مريت بها كانت أمس، منتدى الإدارة والأعمال 11 برعاية من صاحب السمو الملك الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأظن
البرنامج عرض على قناة إقرأ وقناة السعودية الأولى، فهذه كانت أفضل تجربة مريت بها إلى الآن. نقدر نقول نقلتك إلى بداية الاحتراف في هذا المجال. أسامة مكملين معك، بس مشاهدينا خلونا نشوف مقطع لأحدى المناسبات اللي قدمها ضيفنا أسامة. بسم الله نبتدي، وبكتابه نقتدي، وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نهتدي. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، والشكر له على إحسانه الذي لا يحد. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد عليه المعول والمعتمد. الحمد لله الذي لا يخلف وعده ولا يمنع سائله ولا ينقضي مع كثرة عطاياه ما عنده. لك الحمد يا ما شاء الله تبارك الله عليك أسامة. عادة المختصين في مجال الصوت يصنفوا الأصوات، فنبغى نعرف إيش تصنيف صوتك وإمكانياته اليوم؟ والله إلى الآن يعني ما أقدر أصنف صوتي، لكن أنا من محبي طبقة قرار القرار، طبقة العظيمة. أهلا وسهلا بكم. أنا من محبي هذا الصوت، ودائما أنطرب لما أسمع أصوات مثل الصوت هذا على سبيل المثال أستاذ وائل حبال. صوت خرائط جوجل أو جوجل ماب، صوت قرار القرار. وكذلك في أساتذة كثير، فأنا يعني أنطرب بشكل خاص على الأستاذ وائل حبال، ودائما أسمع له كثير. فأنا بإذن الله تعالى يعني أطمح إلى أن أصل لهذه الطبقة من الصوت. المرحلة وذي الطبقة. طيب إيش رأيك تسمعنا نبذة بسيطة كذا؟ طيب أنا مجهز عندي كذا مقطع بسيط من إلقاء أمس اللي في المنتدى. مرحبا وأهلا بكم في منتدى الإدارة والأعمال 11، والذي انطلق للمرة الأولى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، والذي يقام الآن في سنته 11 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم. ما شاء الله تبارك الله. يعني أتوقع أسامة إذا اجتمعت الموهبة ومخارج الحروف الصحيحة ولغة سليمة في نفس الوقت، أعتقد راح تكون النتيجة ناجحة جدا. فهل اعتنيت بهذه التفاصيل ولا لا؟ والله أنا أشوف أنه أي معلق صوتي أو أي شخص داخل هذا المجال، حتى مجال الدوبلاج يعني، يجب كل الوجوب أن يهتم بهذه الأمور، لأنه هي مكملات لبعض، وإذا اجتمعت جميعها أصبح العمل متكامل ممتاز. يعني لنفترض مثلا عمل إنسان صوته جدا جميل لكن لغته ركيكة أو مخارج حروفه مو واضحة، المستمع راح يشعر بشيء ناقص أو ممكن حتى يسوي سكيب للمقطع. فلذلك الموهبة الصوتية تشكل فقط 30% من المجال نفسه، الباقي يعتمد على مخارج الحروف وسلامة اللغة وكذلك التلوين الصوتي. هذه كلها إذا اجتمعت يعني ممكن تخرج شخص محترف. وعادة أنا بشوف يمكن كثير من المعلقين والمعلقات الصوتيين يتجهوا للدبلجة، فهل فكرت أنك تدخل هذا المجال أو لا؟ والله مجال الدبلاج صراحة مجال جميل، وأنا يعني على قولهم زي كثير من الشباب تربينا على أصوات سبيستون، ولي أعمال يعني خفيفة جدا في مجال الدبلاج، لأنه دائما أسمع كلمة يا أسامة أنت ما عندك إحساس، سامة أنت ما تتقمص الشخصية زين، ليه كذا؟ كأنك تقرأ من ورقة. فأظن الكلام هذا ما أعطاني دافع قوي ندخل المجال بقوة، فاكتفيت حاليا بالتعليق الصوتي والتقديم المحفلي، لكن إن شاء الله مستقبلا ممكن أني أدخل لمجال الدبلاج بشكل أفضل بإذن الله. أسامة نحن نتمنى لك كل التوفيق. الله يسعدك. وأكيد رح نختم هذه الفقرة بصوتك، فجهز لنا شيء جميل نختم فيه هذه الفقرة. طيب، كان معكم أسامة راحل في قناة خليجية، دمتم سالمين وإلى اللقاء. بعد الفاصل. من الأشياء اللي من جد تفرح قلوبنا لما نشوف شبابنا وشاباتنا بيبدعوا في مختلف المجالات الموجودة عندنا، واحدة من أهم هذه المجالات هي تنسيق الزهور وتغليف الهدايا، واللي بدأ شبابنا السعوديين يستثمروا قدراتهم فيها. خلونا نشوف هذا التقرير للزميل مهند قحطان ونرجع لكم.
بدأت في مجال الورد تقريبا من 6 سنوات، أداوم في المحلات، بدأت مع أخواني ما شاء الله ما قصروا معانا طبعا، دعموني ما قصروا، حبيت الشغلة تعمقت فيها بزيادة. بعد ما تعمقت فيها يعني الحمد لله صرت منسق كويس وأنافس اللي في السوق الحمد لله. تقريبا لي في هذا المجال 6 سنين، بدأ كشغف كحب للفن من أنا صغيرة، أهلي ساعدوني كثير، حبيت الفن، التصاميم الرسوم الشغلات هذه. التصميم الزهور كان صدفة، دخلت صدفة وبصراحة لقيت نفسي فيه، الحمد لله طورت كثير، تعمقت فيه كثير، لقيت نفسي لميت بأغلب أقدر أقول 90% من المجال. تعلمت أنه أنسق الورد، كيف طريقة التنسيق، كيف أقدر أواجه العملاء. كانت في البداية صعبة لي بس بعدين خلاص الحمد لله تمرست الشغلة وصارت بسيطة جدا يعني الحمد لله، وهذا توفيق من الله. بالنسبة لتنسيق الزهور والتغليف الهدايا في فرق بينهم، يعني تنسيق الزهور أكثر شيء في ترتيب الورد، تظبيطه، تنسيقه، إخراجه بشكل معين. لما يجيني العميل أحاول أشوف إيش مناسبته، إيش الباق، إيش الألوان، إيش ذوق العميل في الألوان، في اختيار الألوان، في تنسيق الباقة. طبعاً أختار المناسبة اللي بيروح يسويها تمام، وأبدأ أنسق له بفكرة العميل يعني على حسب اختيار العميل. يعني كان ما في اهتمام في الموضوع هذا، دحين صاروا أصلاً هنا صار في كثير، في إقبال كبير على موضوع تنسيق الزهور. يعني قبل 5-6 سنين أنا كنت بعاني عشان مثلاً ألاقي ورشة عمل ولا دورة ولا ناس مهتمة في هذا المجال أو مسلطين الضوء عليه، ما في. يعني حاليا صار في اهتمام، صرنا نشوف بنات كثير، صرنا نشوف سعوديين كثير ينزلوا في السوق. طبعا الشغله جدا ممتعه، مره ما راح احد يمل منها. في البدايه صعبه شويه، مقابله الجمهور اول شيء صعبه شويه، بس بعدين مع الممارسه خلاص راح تحب الشغله وتستمتع فيها يعني في كل تفاصيلها. أصعب حاجة كيف ترضي ذائقة جميع الزبائن، وخاصة لما تجيك أذواق صعبة جدا، يعني تواجه ناس جدا صعبين جدا، يعني كيف تحاول تقنعهم بالمعقول وباللي يكون مناسب ويرضيهم كمان، فهذا أصعب حاجة بصراحة. الحمد لله يعني إحنا شباب سعوديين، والشباب السعوديين بدأوا في السوق يعني الحمد لله بشغف، يعني ما شاء الله تبارك الله صارت فيه ابتكارات من الشباب السعوديين، تعاون بين المحلات، في التجارة، في السوق، ما شاء الله صار الشباب السعودي مرة كثير في السوق. يعني ما في أجمل من كذا. خلونا مع بعض مشاهدينا نعيش بعض أسرار هذه المهنة مع ضيفي الشاب ماجد القرني، واللي بدأ في الاستثمار في هذا المجال تحت مسمى متعة الورود من عدة سنوات. منورنا ماجد اليوم. الله يسعدك، والشرف لي بمشاركتكم في برنامجكم المتألق الجميل اللي بيدعم الكثير من الشباب، وبصراحة منارة جدا جميلة للظهور لكل الشباب. بالعكس أنتم مبدعين وتستاهلوا هذا الدعم. بس ماجد، يعني هذا المجال يحتاج بنات، يحتاج فن، يحتاج إبداع، يحتاج معرفة أيضا وشغف، فكيف اخترت
من بين كل المجالات الثانية. طيب خليني أدخل معك في معارضة على طول، ما يحتاج بنات أول شيء، جميل أنه يشتغلوا بنات فيه. المجال جدا رائع، كان هواية اكتشفتها من أيام أنا كنت في المتوسطة، حسيت بانجذابي للورد، للتنسيق، الديكور، الشغلات هذه. فكان طبعا الكلام هذا طبعا ما بقول لك قبل 20 سنة 30 سنة عشان لا أكبر في عمري شويتين، فكان قبل فترة ما هي طويلة مرة. جيت أبغى أتعلم التنسيق، ما في أحد يدرب تنسيق، ما في أحد، ما في اهتمام، ما في توجه أبدا للموضوع هذا. السوق كان مليان محلات جدا عادية، ما فيها إبداع، ما فيها ابتكار، بيقدموا بوكيهات جدا تقليدية، ما كانت هدفي، ما جذبتني، ما حسيت أنه أنا حصلت الشيء اللي أنا أبغاه، اللي أنا أحبه. فبدأت أطور نفسي، أتدرب، أتعلم، أشتغل، أغلط، أصحح. واجهت الكثير من العقبات، واجهت الكثير من انتقادات، أوكي، أنه كيف سعودي شغال في الورد في محل تنسيق ورد. نعم صحيح. وكنت في تحدي، فلما أشوف العميل قرب أنه بيطلع أو ما هو مؤمن، طبعا السوق هذيك الأيام، الآن أصبحوا ما شاء الله شبابنا مبدعين وانتشروا في تنافس كبير صار في هذا المجال. طب كيف بتدربوا الشباب اللي شفناهم في هذا التقرير؟ ما شاء الله عليهم، يعطيهم ألف عافية، ونحن من ساعة شباب نوجه لهم تحية على الإبداع اللي شفناه، بس كيف بيوصلوا لمرحلة المنافسة اللي بيواجهوها اليوم؟ طبعا الشباب اللي بتكلم على موجودين الآن في فروع متعة الورود، ولله الحمد يتم اختيارهم في البداية بعد مقابلات وبعد عدة اختبارات وتجارب وكذا، بحيث أنه نحن نبحث عن جانب معين، أنه هل لدي الذائقة الفنية أو لا. فإذا كان الجانب هذا موجود عنده، وبعد ذلك احنا بصفتنا اصبحنا ذوي خبره، ولنا الحمد لله خبراتنا في السوق، وبنقدم اشياء مميزه نالت اعجاب الكثير الحمد لله، ووصلنا لمرحله الرضا عن شريحه كبيره جدا. نبدا نشتغل عليهم، نبدا ندربهم، نبدا نعلمهم كيف ممكن يسووا البوكيه هذا، كيف ممكن يقفلوا الطلبيه هذه، كيف ممكن يتعاملوا مع العملاء، كيف. وبندخلهم دورات كمان، دورات تنسيق الورد لا احنا بندربهم، لكن بالنسبه لدورات التعامل، طريقه التعامل مع العملاء، كيف بيستقطبوا العميل، التسويق، الجوانب هذه كلها، فاحنا مهتمين بجوانب جدا كثيره الحمد لله في مؤسستنا، بحيث انه نقدم كل شيء بحرفيه تامه وبالنهايه ترضي العميل. صحيح. طب مين زباينكم اليوم؟ نبغى نعرف مين رومانسيين اكثر، الشباب او البنات؟ دخلينا كذا في مشاكل، لكن لا، بكل صراحة احنا الشباب، لانكم انتم دائما بتزعلوا كثير وبنحتاج نرضيكم، احنا بنزعلكم دائما، بس على طول نرجع نستسلم ونرضيكم. طبعا الجواب اللي يكون مرضي لكل الاطراف حقيقتنا الكل، الحمد لله صارت ثقافة الورد في المملكة مختلفة كليا عن ما سبق. يعني صحيح. زمان كان بيتقدم الورد انه لمناسبات رسمية او لزيارة مريض او شيء، الان لا، اختلف الكثير. الان عندنا من العملاء بيفضلوا انه يكون الورد عنده بالبيت، يكون عنده في المكتب، يكون الورد دائما موجود. صحيح. حوالينه يغير الأجواء. صحيح. بيغير النفسية في نفس الوقت. طب خلينا ناخذ من خبرتك شوي. طبعا. ماجد، قول لنا من وين تستورد الورد، ونبغى معلومات كذا عن الورود. طبعا بالنسبة لاستيراد الورد، احنا ولله الحمد بنستورد الورد من اكثر من دولة، على رأسها هولندا، بالإضافة لكينيا، أثيوبيا. الورد عندنا بالمملكة هنا برضو متوفر، ولكن لحد الآن ما وصل لجميع النوعيات وكذا، فإحنا بنستورد من كافة أنحاء العالم، وبنستورد من الصين طبعا، اللي هذا الشيء بيميزنا إحنا عن باقي المحلات وكذا، أنه إحنا بنطلع للصين في السنة من مرتين إلى ثلاث مرات، بنجيب الفازات، البوكسات، الشغلات هذه، حتى أن نقدم شيء لعملائنا يكون يليق فيهم، يكون جدا مميز عن باقي المحلات. بس اتوقع الحين مع الفيروس ما لا خلاص قفلنا الحين، خلاص لغينا فكره الصين من الصين. طيب الناس دائما بتبحث عن التصاميم الجيده اللي فيها ابتكار، الخامات اللي مو متكرره عن احد، فايش بتسووا في متعه الورود عشان تكونوا مميزين في هذا المجال؟ طبعا التميز في متعه الورود انه احنا بس بنشتغل على تنسيق الورود الطبيعيه فقط،
بعيد عن الصناعي. تخصصوا المنسقين عندنا انهم بيشتغلوا في الورد الطبيعي فقط والنوعيات المختلفة. نحرص كل الحرص انه احنا نستورد نوعيات جدا مميزة غريبة، الفازات، البوكسات، الشغلات هذه نحرص انه نختارها بعناية وبتكون مختلفة كثير كثير عن اللي موجودة بالسوق. فالحمد لله وصلنا الرضا التام، اكثر من فوق درجة الرضا بالنسبة لي مع عملائنا الحمد لله. عليكم. طب عادة كم يعيش بوكي الورد وايش افضل النصائح اللي نقدر نعرفها منك عشان الورد يعيش اطول؟ طبعا الورد بيحتاج البيئة تكون مناسبة انه يعيش، الورد فيه روح فيه نفس، يحتاج انه يكون في مكان بارد، يحتاج انه ما يلمس باليد يعني بشكل كبير، يحتاج انه لو كان مثلا بفازة وكذا انه كل بعد يومين او شيء تنشال وبتنقص اطرافها بحوالي 2 سم كذا، حتى انه تشرب الورد مويه او وكذا يعني. تقريبا هذه النصائح اللي بنصح الناس فيها. بسيطه جدا، بسيطه جدا، بس البعض بياخذ البوكيه ويحطه في الغرفه وبعدين ينقله للصاله من بارد لحار لكذا، فبتذبل الوردات. جميل جدا. احنا نشكرك ماجد القرني من متعة الورود على وجودك اليوم معنا وعلى كل النصائح اللي قدمتها لنا، ويعطيكم الف عافيه. الشكر موصول لكم. وحاب اقول نقطه واحده بس اذا تسمحوا لي. أكيد. طبعا عندنا هدف انه ان شاء الله حيكون في عندنا في المملكه مدرسه لتعليم تنسيق الورد بايدي سعوديين وبمشيئه الله حيكون قريب. الله، هذا خبر جميل. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك يا اختي وتشرفت فيكم وشكرا. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. باذن الله جدد لقائي معكم غدا في حلقه جديده ومواضيع متنوعة، وأكيد لا تنسوا تتواصلوا معنا على حساب البرنامج على منصة انستغرام، منصة ساعة شباب متاحة لجميع المبدعين والمبدعات. كل اللي عليكم مجرد رسالة على حسابنا في انستغرام دايركت مسج، أو ممكن ترسلوا كمان كومنت وفريق الإعداد حيتواصلوا معكم بأسرع وقت. أقول لكم في أمان الله وأشوفكم بكرة على خير. We'll be right back.